دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيستقبل وزير الخارجية ووزير شؤون المصريين في الخارج السفير بدر عبد العاطي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي في العاصمة الإدارية الجديدة، بيعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين. النهاردة هتبدأ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان طرح كراسات شروط مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة حتى يوم الأربعاء الموافق 24 من الشهر الجاري، وأعلنت هيئة تعاونيات البناء عن فتح باب الحجز ل 29 وحدة سكنية استثمارية تسليم ديسمبر 2024، وده ضمن وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بقطاع الأندلس خلف الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في إطار دور نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، هيلتقي منتخب إنجلترا مع منتخب هولندا في تمام الساعة 10 ليلاً.